النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جداً، مشاكل فصل الخريف. بدايات فصل الخريف خلاص دخل، وهنعرف إزاي نتجنب مشاكله. تابعوني في الفيديو. من الحاجات اللي ممكن تأذي بشرتي في تغيير الفصول وخاصة في الخريف إن يطلع لي حبوب حمراء ملتهبة. طيب هفرق بينها وبين حب الشباب اللي بيطلع طول السنة إزاي؟ الحباية دي بتبقى حباية حمراء بتوجع ملتهبة، دايماً بتلاقيها ورمة، يعني تلاقيها طالعة مثلاً في خدك، هي حباية لوحدها وفرشة حواليها كده ايه زي بطشة حمراء، وبعد شوية بتوجعك جدا وبتتملي صديد. الحباية دي بنسميها التهاب او التهابات البشرة في فصل الخريف او في تغيير الفصول بصفة عامة. طيب هنتجنب ازاي المشكلة دي؟ مشكلة الحباية دي انها بتضايقنا جدا. اولا ممكن تعمل سخونة في الوش، يعني تلاقي حواليها او وشك نفسه دافي، مؤلمة جدا، بتحسي ان خدك وارم، ما بتعرفيش تنامي عليه. طبعا لو عندك خروجة او كده ما بتعرفيش تخرجي، ان شكلها بيبقى مش ظريف خالص. عايزين حل فوري وسحري يقضي على الحبوب الحمراء الملتهبة اللي هي الحبوب البكتيرية اللي بتيجي في تغيير الفصول. هتعملي ايه اول ما تحسي بحباية حمراء ملتهبة ظهرت في وشك؟ اول حاجة تنظفيها طبعا، وتنظفي وشك كويس جدا، دي بكتيريا احنا مش عايزينها تزيد او نشاطها يزيد. تاني حاجة هنعمل كمادات مية دافية، يعني تشو صغيرة او منديل او قطن واحطه في مية دافية وابتدي احسس بيه على الحباية. المية الدافية دي او الكمادات دي بتعمل لي بتزود البلاد سبلاي، يعني بتزود تدفق الدم في المكان، وبتعمل تنشيط للدورة الدموية، وبالتالي بتسرع بالعلاج اللي انا هحطه. تعالوا بقى نعمل الماسك بتاعنا او العجينه اللي هنحطها على الحبايه بالظبط بعد ما نعمل الكمادات. يلا بينا. معايا في الوصفه دي خميره عاديه، خميره بيره بتاعه المخبوزات، ومعايا معلقه عسل نحل ومعلقه لبن بودره. تمام، خميره، معلقه عسل نحل، معلقه لبن بودره، وفي الاخر معايا قرصين ريفو اللي هو الساليسيليك اسيد، حمض الساليسيليك، انا طحناهم مع بعض. اول حاجه هعملها انا هحط معلقتين كاملين من الخميره، تمام، وهبتدي اعجنها بالعسل. انا هحط العسل على حسب الخميره، يعني انا عايزه في الاخر يبقى عندي منظر لعجينه ماسك بس تقيل. هحط معاها اللبن، ده اللبن البودره، ده بالظبط منظر العجينه اللي انا عايزاها. دي معظمها خميرة فيها شوية لبن بودرة للعجن، وبكمل بالعسل. مش عايزاها تبقى سايبة، عايزاها تبقى سميكة زي كده بالظبط، عشان تثبت بس على الحباية مش على وشي كله. أنا بحطها على الحباية الملتهبة. أول يومين هستخدم العجينة زي ما أنا عملتها كده بالظبط. بعد شوية بتلاقوا الخميرة عشان بتنفش شوية مسكت خالص، أنا عايزاها كده، وبستخدمها بقطنة الودان بس على الحباية الملتهبة اللي عندي في جسمي، في وشي، في أي مكان. أنا مش بحط الماسك على وشي، أنا بحطه بس على الحباية. بعد يومين بيبتدي الالتهاب زي اللي بيخس كده، أو الورم بيقل وما بتلاقيش الاحمرار ده. نبدأ نضيف قرصين الريفو. هضيف قرصين الريفو على نفس العجينة، يعني بعمل نفس العجينة وببتدي. طبعا أنا بعملها أول بأول عشان كده بعمل كمية قليلة. أضيف بس الساليسيليك أو قرصين الريفو الأسبرين عليها، وابتدي اكمل علاجي يوميا مرتين. احط نفس العجينه دي بالظبط برضو على الحبايه بس. اول يومين الساليسيليك ممكن يحرقك او يلسعك، يبقى فيه التهاب جامد، فيه سخونه، مش هتستحملي الحمض عليها. بعد كده لما الالتهاب بيقل وتبتدي البكتيريا تقل والتكاثر بتاعها يقل، ببتدي احط بعد كده قرصين الريفو عادي خالص، وبكمل العجينه اهي ماسكه، وببتدي بقطنة الودان احط على كل حباية حمراء طالعة ليا دايما بتيجي هنا او في الخدين. ابتدي احط عليها بقطنة الودان بس شوية، حوالي نص ساعة كده بتنشف تماما، وببتدي اشطفها. الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا، وهتحمينا من الحبوب الملتهبة الحمراء اللي بتعمل لنا سخونية ويبقى شكلها مش ظريف في فصل الخريف. تابعوني، وصفات جاية كتير.